بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية لاستقلال بلاده. عبر سموه رئيس الوزراء فيها عن خالص تهانيه وتبريكاته بهذه المناسبة، متمنيا سموه له وافر الصحة والسعادة وللشعب التونسي الشقيق المزيد من التطور والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة مماثلة إلى معالي السيد يوسف الشاهد رئيس الوزراء التونسي، عبر سموه فيها عن صادق تهانيه بهذه المناسبة الوطنية.